عاودي ليا كيفاش تلاقيتو انتي وبابا؟ هو قصة طويلة. عفاك عاودي ليا عفاك. واخا كنا يلا سالينا المدرسة، كان باك سيدك يلا شد تقاعد، بدنا نسافر في الصيف للشمال. مشينا أنا وماما الله يرحمها وخوالاتك. تما فين تلاقيت مع باباك؟ داكشي علاش عزيز عليك الشمال. عزيز عليا الشمال بزاف، وباباك في هذاك الوقت كان والديا كيخليوه يدير اللي بغا، ولكن باك سيدك كان قاصح معانا شويه. مكناش كنقدروا نديروا اللي بغينا ونخرجوا فين ما بغينا. داكشي علاش باباك جاني فحال شي بطل وبغيتو بعديها تكون من الدقه الاولى. من الدقه الاولى واخا باك سيدك ما كانش باغي. علاش واش ما بغيتش تجوزي بابا؟ انت عارفه باك سيدك التفكير ديالو كيفاش داير. كان كيجي باباك ولد الفشوش وماشي قد المسؤوليه، كان عنده واحد الموتور كان كيطير. واش بابا كان عنده موتور؟ كان عنده موتور وما خلينا فين درنا بيه. ولكن غير شخطبني هو يحيدو حيت كان شرطو عليه باك سيدك. اي يعني با سيدي بغاكم في الاخر تجوجو؟ بيان سور كو بغانا، كون ما كانش بغانا ما كنتيش غتكوني حدانا. اه عرفت، غير هو زعما في الاول ما كانش باغي ولكن في الاخر قنعتوه. كان صعيب باش نقنعو باك سيدك، ولكن باباك دار كل ما في جهدو باش يقنعو باش يقبل كاع الشروط ديالو. انت يا ماما وانا شنو؟ وانتي بكيتيش كتبغيه؟ كنت كنبغيه وكنحماق عليه، كنت نقدر ندير اي حاجة على قولو. هذاك الشيء علاش انا حاسه بيك. ماما سام، سي يوسف، كيف بقيتي؟ الحمد لله شوية. سي يوسف خصك تعرف أنني ما اختاريتش نبغي نعدين ولا نتعلق بها، ولكن راه من نهار عرفتها ولات هي حياتي. باش عرفتي راسك كتبغي غادي في الصح؟ حيت قبل كان حياتي عندها حتى شي معنى، حتى دخلت لها نادين.